بأنواع كتير كلم الله من القديم أبائنا بالأنبياء، وبهالأيام الأخيرة كلمنا بابنه يلي وضعه وارث لكل شيء، فيه خلق العالم، فهو ضياء مجده وصورة جوهره وضابط الكل بقوة كلمته. هو بأكنومه صنع تطهير خطايانا وجلس عن يمين العظمة بالأعالي. هو أعظم من الملائكة، كما أنه الاسم يلي ورثه أفضل من كل أسمائهم. بعد ما ابتعد الشعب عن الله وفسدت الأرض يلي خلقها، ما وقف الله مكتوف الإيدين، بل أرسل ابنه يلي هو من سلالة الآباء والملوك. مين هو الابن اللي اسمه يسوع؟ هو أعظم من الملائكة بمقدار ما الاسم يلي ورثه هو من أفضل الأسماء. كان إنسان العهد القديم بخاف إنه يلفظ اسم الله، لأنه الاسم بيعبر عن الشخص نفسه. نال الابن المكان الأسمى والأبهى من بعد تدخله الفدائي، فشبه بالملائكة لأنه هن من أصلح الكائنات لتخليص البشر. بصموئيل 2 الفصل 7 الآية 14 مذكور المسيح الممجد هو ابن داود اللي فيه تحققت نبوءة النبي نتان، وبالمزمور الثاني الآية 7 مذكور إنه هو كمان الملك المنتصر، وبالمزمور 110 الآية 10 مذكور يلي دعي الله للجلوس عن يمينه. بيسوع تمت الوعود وبشكل ما بيتصور عقل، لأنه بالوقت ذاته هو خالق السماء والأرض. صارت سيادته مطلقة لأنه نال بعد ألامه سيادة العالم، فهو مستحق وإله الحق أنه يكون الإبن والبكر والرب، وأكتر من هيك هو الإله. دخل الله بتاريخ البشرية وصار إنسان مثلنا ليعيد جبلتنا. يسوع الإله والإنسان هو ابن الله، ابن الله اللي رضي بأنه يدخل بسر الفدا، فأعطى الله اسم بفوق كل الأسماء. هون ظهرت حكمة الله للبشر، هو اللي أعد منذ الأزل ليعطي للإنسانية مجد عظيم، وهالشي بيتحقق اليوم بهالزمن وبحياتنا. ولد يسوع ببيت لحم، هو الإله اللي خلق السماء والأرض، وبعده لليوم بفيض حبه عم يخلق بقلوبنا حب ورحمة. هالولادة هي تجديد حياة الخليقة كلها، تجديد عمق الإنسان بعد ما سقط بالتجربة والخطية وابتعد عن الله. هالولادة الجديدة يلي نالها الإنسان هي بداية حياة عميقة، بداية حياة متجددة وانطلاقة لمسيرة جديدة بالحياة. والشي بيعني إنه كل إنسان منا مدعو إنه يكون بيت لحم جديدة. هون بيحلله الرب بإنه يولد فيها المخلص يلي رح يضوي حياة كل إنسان بنور معرفته. وهون بيتساءل الإنسان قدام هالمشهد الخلاص الرائع، كيف بيقدر كل واحد ينحب هيك حب يسوع إنه ما يقدم له كل حياته كتقدمة يومية قدام عرش حبه ورحمته؟ شو منقدم لك يا رب اليوم أنت يلي ظهرت على الأرض إنسان كرمالنا؟ فكل نوع من الخلايق يلي أبدعت بخلقها بتقدم إلك الشكر، الملائكة بتقدم لك التسبيح، السماوات بتقدم لك الكواكب، والمجوس بيقدموا لك الهدايا، والرعاة كل الحب قدام هالسر العظيم، والأرض بتقدم لك المغارة، والفقر بيقدم لك المزود. أما نحن منقدم لك حياتنا وقلوبنا تقدمة حب قدام عرش مزودك. أعطينا يا ابن الله إنه بدورنا نكون أبناء حقيقيين، أبناء متضامنين ومتلاحمين بالغفران بالحنان وبروح الخدمة. إلك كل المجد يا ابن الله هلأ وللأبد. آمين.